سيد المهندس إبراهيم محمد، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ورئيس مجلس الوزراء السابق، السيد الدكتور خالد حنفي، السادة الوزراء والسادة المحافظون، صباح الخير. من دواعي شغلي حقيقة أن أرحب بكم وأن أعبر عن امتناني للحضور الكريم لقبول دعوتنا لعقد هذا المؤتمر حول تحويل المخلفات الصلبة من مشكلة حقيقية إلى منفعة اقتصادية. تمثل المخلفات الصلبة إحدى المشكلات الرئيسية في مصر نظرا للحجم المتنامي لتلك المخلفات، بالإضافة إلى مشكلة محدودية تحويل هذه المخلفات إلى أسمدة عضوية ومصدر للطاقة والوقود بالرغم من توفر الإمكانيات. كما أنه يبدو أن هناك عدم فهم صحيح للكثير من المفاهيم الفنية ذات الصلة، وعليه نأمل أن يتيح مؤتمرنا اليوم منبرا وفرصة لمناقشة المعلومات والدراسات العلمية بشأن الموقف الحالي لإدارة المخلفات الصلبة، وذلك بين الجهات المتخصصة والجهات البحثية والمستثمرين ومسؤولي الحكومة المتواجدين معنا في القاعة. الهدف المؤتمر اليوم هو تثبيت المشاركين بأحدث المعلومات الفنية بشأن إدارة المخلفات في بلدنا، ده بالإضافة إلى مناقشة الاستراتيجيات المناسبة لإدارة المخلفات الصلبة وزيادة الوعي بأهمية الربط بين مخرجات المخلفات الصلبة المعاد تبييرها بين المشروعات القومية الكبرى. تعمل الحكومة الآن على مشروع جديد وطموح لاستصلاح 1.5 مليون فدان من الأراضي الصحراوية، وهو سيحتاج إلى كميات هائلة من الأسمدة. هناك أيضا الصناعات الثقيلة مثل صناعة الأسمنت، وهي دائما في حاجة لاستخدام أكثر مصادر الطاقة كفاءة من حيث التكلفة والاستدامة. أرجو حقيقة أن يحقق مؤتمر اليوم النتائج المرجوة منها، ويسعدني أن أعطي الكلمة للسيد المهندس إبراهيم محمد في الاتفاق.